قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعجز هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، فكيف يعبدون؟ قال مبينا ضعفهم وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق معبودا من دون الله؟ ولذا قال وهم يخلقون، بل قال عز وجل في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهم لم يحضروا خلقه عز وجل للسماوات والأرض، ولم يحضروا خلقه عز وجل لهم، ولم يكن معه شريك في خلقهم.